فيه وفط ونط وزقطط كان أجمل تسلية. فورتيكا وحكشة وبليا لعبوها وبروح رياضية. بليت بينجو الملعوبة بليت بينجو الملعوبة. دلوعة ونونو رخامي ولولو والناري بلي على أصول. خطة تدبر فننها وبخفة أو منشنها أي فرقة تلعبها. بليت بينجو تجننها ماهي بلي عجيبة وقروبة وسط الأطفال محبوبة عمرها ما تكون مغلوبة. بليت بينجو الملعوبة بليت بينجو الملعوبة البلية الملعوبة. ايه رأيكم بقى؟ تحبوا تلعبوا ماتش مثلث ولا حيطه ولا قتله ومقتوله ولا حفره ولا ايه؟ بما اننا عندنا الاهرامات مثلثه يبقى نلعب مثلث طبعا. ما كل هذا، نريد ان نفهم كيفيه لعب البلي عندكم ايها الارضيون. مش انتوا عندكم سرعه بديهه؟ شوفوا هنعمل ايه وتعلموا منا. تعلموا سرعه البديهه ان تشرحوا لنا طريقه اللعبه وبعدها سوف ترون العجب. انت قلت المثلث يا سيد بلي، ما هو المثلث وكيف تلعبونه؟ حلوه سيد بلي دي، مش عارف ليه فكرتني بسيد قشطه. وهو يعني اسم فورتيكا بيفكرك بيه يا ظريف؟ انتوا هتقفشوا مع بعض ولا ايه؟ ده احنا في فريق واحد. انظر يا استاذه زهراتوكس، سوف اشرح لكم طريقه لعب المثلث. هل ترون هذه الأهرامات؟ إياك أن تقول تسلقوها مرة أخرى. اتركوا يا معترض، نعم نراها. إذا نظرت إلى الأهرامات من هذا المنظور سوف ترى أنها على شكل يدعى مثلث. فكرتني بالجبنة النستو يا ابن الإيه وجوعتني. اتكتم يا مفجوع، سوف نقوم برسم مثلث على الأرض وكل فريق يختار من سيقوم بالبدء باللعب في هذه المباراة، ويكون في حوزته 10 بليات بينجو. نضع بلي بينجو في حدود المثلث وكل واحد بالفريق يقذف البلي، ومن يخرج بلي خارج إطار المثلث يأخذها، ومن يأخذ بلي أكثر هو الفائز. ومن يبدأ في أول ضربة؟ طبعا بالناير يا زكي زحل. أنت اللي زكي، يعني هو يعرف يعني إيه يناير ولا حتى فبراير؟ انظر يا عم زيجا زحل، سوف نقوم بعمل خط هناك وكل فريق يرمي ببلية بينجو التي في حوزته أقرب بلية للخط صاحبها هو من سيبدأ. الآن فقط استوعبت الطريقة وعقلي ترجمها ونقلها عن طريق الجهاز العصبي إلى أطرافي، ولكن في الحقيقة أطرافي مرهقة. يلا نشوف مين اللي هيلعب الأول فينا وهيشرف الكرة الأرضية. كيلو بلية، أنا من سيبدأ. هيا نرى التالي. مساعدة. أنا كده الترتيب، أول شوطة حكشة، تاني واحدة أنا، والتالتة فورتيك. ما الذي تفعلونه هذا؟ هل هذه تعويذة؟ تعويذة؟ نحن فقط نرى من سيبدأ. من سيبدأ من عندكم؟ أنا ثم معترض ثم زهراتوكس. بسيطة. إذن لنبدأ. ناير، الظاهر إن فسحة الأهرامات دي عاملة شغل عالي قوي. يلا يا حكشة، يلا يا حكشة، عايزين بلي بينجو باللوكشة. ماذا بك يا زيجا زحل؟ وأنت في كوكب سيكومونوس كنت تفجر البليات تفجيرا. لا أعرف ما يحدث، أنا أرى البليات في حالة زغللة شديدة. انظروا ماذا سأفعل يا فضائيين. كيف رأيت بليات بينجو في حالة زغللة يا زيجا زحل؟ هيا بنا. يا رب اطلع اسم على مسمى وفرتك البلي كله ومعاه كل سكان سيكومونوس ده. يا فورتيكا يا فورتيكا. ايوه بقى، احنا كده ضمننا الفوز بكوكب زحل لان معانا 12 بلية بينجو من اصل 20. حتى لو لعبوا على بيت البلي احنا اللي كسبنا زحل، احنا اللي كسبنا زحل. هل تعتقد بانكم ستفوزون في النهايه؟ من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. الراجل ده بيجيب الامثله دي منين؟ ده فضائي من شبرا ولا ايه؟ وفي أول مباراة وعلى أول كوكب فاز بليا ورفاقه، ولكن ما زال الطريق طويل لحصد المجموعة الشمسية.